لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، فقد أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من ذكر أوصاف اليهود وأحوالهم والمخالفة بينهم وبين أهل الإسلام في جميع الأمور الإيمانية، في أصول الإيمان كلها، ثم في العمل، ثم في السلوك والأخلاق وأحوال القلوب، وذلك لشدة عداوتهم، ليحذر المؤمنون منهم، ولأن عداوتهم تطول إلى زمن المسيح الدجال، إلى أن يقتلوا معه بعد نزول عيسى صلى الله عليه وآله وسلم وقتله مسيح الضلالة، وعند ذلك يقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا فيما يتعلق بالإيمان بالكتب السماوية، فإن الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه منهم لم تسلم من تحريفهم وتبديلهم، وهذا من أنواع كفرهم المتتابع، وهذا من أنواع ظلمهم وعدوانهم. فكما كذبوا الرسل وقتلوا فريقا منهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون بسبب الكبر الذي هم فيه، فكذلك أرادوا تبديل الكتاب وتحريفه، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل على أنواع التحريف كلها. فمنها تحريف الكتابة، كما قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فتحريف الكتابة أنهم نقصوا من كتاب الله المنزل، وحذفوا منه خاصة ما يتعلق بصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر الله عز وجل أنهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة والإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم ولمن معه من بني إسرائيل: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فحرفوا جزءا من ذلك بأن حذفوه، ويشهد لذلك أن في التوراة التي قرأها بعض الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه محمد، ومع ذلك فقد أزالوا ذلك من التوراة التي وردت بعد ذلك، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صفة محمد رسول الله صلى الله عليه صفة محمد
صلى الله عليه وسلم في التوراة كصفته في الإنجيل: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بصخاب في الأسواق ولا يجزي، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، فأفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة كما هي صفته في القرآن: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا تجد مثل ذلك في التوراة وما بقي من إشارات له صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حرفوها في المعنى، وهو النوع الثاني من التحريف، فجعلوا جبال فاران التي ورد في التوراة نصا إلى الآن أن الرب يستعلن منها، كما ورد عندهم: أقبل الرب من طور سيناء وتلألأ من أقبل الرب من طور سيناء وظهر من ساعير وتلألأ أو استعلن من جبال فاران. ومعلوم أن جبال فاران هي جبال الحجاز التي نشأ فيها إسماعيل صلى الله عليه وسلم بنص التوراة، فحرفوا ذلك وجعلوها بجوار بئر سبع في فلسطين، وإسماعيل ذريته موجودة متواترة عن وجود إسماعيل في مكة المكرمة، وهو الذي به عمرت مكة هو وأمه رضي الله تعالى عنها بصبرها واحتسابها طاعة أمر ربها وأنه لن يضيعهم، فامتثلت أمر إبراهيم حين تركها وابنها تحت دوحة بجوار موضع البيت. ثم بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة المشرفة، وذرية إسماعيل في العرب هي العرب المستعربة، لا يختلفون في ذلك، وهو أمر متواتر. ومع ذلك زعموا أن إسماعيل جعل في بئر سبع، والمعروف أيضا أن جبال فاران هي في جزيرة العرب في كل مواضع البلدان، ومع ذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم في الحقيقة هاجروا إلى يثرب كبارهم بعد بخت نصر فرارا من بخت نصر، من أجل أنهم يعرفون أن هذه البقعة في الحجاز هي مبعث نبي آخر الزمان، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا من تحريفهم في الكتابة بحذف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يحذفوا كل شيء، فإن نزول الوحي من جبال فاران واضح جدا. وكذلك لم يستطيعوا أن يحذفوا وعد الله لإبراهيم في إسماعيل بأن يجعل منه أمة عظيمة يرأس فيهم 12 رئيسا، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، وهم كلهم من ذرية إسماعيل
صلى الله عليه وسلم، وأي شأن العرب وأي أمة عظيمة منذ وجدوا أصلا إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحضارة التي هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته الظاهرة التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، تحول هذه الأمة من أحقر أمة وأذل أمة لا حضارة لها، عباد أوثان يقتل بعضهم بعضا، ينتشر فيهم الظلم والسبي، يسبي بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، يبيع بعضهم بعضا، ولا رابط لهم، تأكلهم كل الأمم من الروم والفرس والحبش، ومع ذلك تتحول إلى أمة تأكل الأمم وتنتصر على كل الأمم، وينتشرون في المشارق والمغارب كما أخبر نبيهم صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بانكسار الإمبراطوريتين، والمسلمون بعد محصورون في جزيرة العرب بل في المدينة المنورة، والأحزاب يحيطون بهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، أي فلا قيصر بعده ببلاد الشام التي بها عقد دار المؤمنين. وهذا، وأما كسرى فلأنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق ملكهم، وأما هرقل فحفظ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يصدق، بل هو قد صدق في نفسه كما تدل عليه الأحاديث، ولكن ظن بملكه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى أمرهم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ رومية أي روما موضع الفاتيكان، فقال: مدينة هرقل تفتح أولا. ووقعت البشارة بفضل الله بعد 8 قرون ونصف من هذه البشارة بفتح المسلمين قسطنطينية بعد أن استعصت عليهم كل هذه المدة. وكل ذلك يثبت أنه هو الموعود به في التوراة والإنجيل، ولكن غيروا وبدلوا وحذفوا اسمه من التوراة كما حذف النصارى اسمه من الإنجيل، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم: يا بني، قال الله عز وجل: وإذ قال المسيح: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وهم قد حذفوا جزءا وأبقوا جزءا حرفوه معنى، وهو أنه أن المسيح قال: إذا لم أصعد لم يأتيكم الباركوليت، أي الذي هو كثير الحمد في أصل اللغة اللاتينية، فحرفوها إلى معنى آخر وهو المعزى، وهم زعموا أن الروح القدس هو الذي يأتي التلامذة الحواريين. والحقيقة التي لا شك فيها أنه كان يخاطب الحواريين وليسوا بأنبياء ولا برسل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. وأما النوع الثاني من تحريف اليهود لكتب الله عز وجل فتحريف اللسان، قال سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأما النوع الثالث من التحريف
فهو تحريف المعنى، وذلك أن أبقوا النصوص كما هي لكنهم تركوا العمل بها ووضعوا شرائع أخرى وغيروا معانيها وزعموا أن هذا من كتاب الله كما قص الله عز وجل علينا في كتابه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وذلك في شأن الرجم في الزنا، فإن الآية موجودة في التوراة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإنما تركوا العمل بها ووضعوا من عند أنفسهم شريعة أخرى هي شريعة الجلد والتحميم، أي تسويد الوجه، وهذا من شركهم وكفرهم واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فكان شركا في الربوبية كما كان تحريفا للكتاب. وأما في زماننا فقد تركوا ذلك بالكلية وجعلوا الزنا بلا عقوبة، بل وزادوا فنشروا ذلك في العالم كله، ونشروا الفواحش في الأرض باسم الحرية المزعومة، وهي شرك جديد في الربوبية والألوهية. فبعد أن كان الزنا معاقبا عليه بالرجم في التوراة وفي القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن القرآن قال الله فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجم كان آية في القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها وأثبتتها السنة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا قد تم تركه في معظم بلاد الأرض، وصار الزنا بالتراضي حرية شخصية، فكان اتباعا لليهود في تحريف الكلم عن مواضعه، وهم الذين ينشرون الفواحش والإباحية ويريدون أن يخترقوا مجتمعات المسلمين، ويضعون الخطط المتتابعة باسم التمكين للشباب والتمكين للمرأة في فعل ما يريدون. وكذا النوع المجتمعي فيما يزعمون أنه نوع جديد لا يبنى على كونه ذكرا، كأن الإنسان يكون ذكرا أو أنثى، وإنما يبنون ذلك على مجرد الوظيفة، وصاروا يفتخرون بذلك، حتى كان رؤساؤهم ووزراؤهم وسادتهم يفتخرون بأن الرجل قد تزوج رجلا، والناس لا يرون في ذلك غضاضة ولا يستنكرون مثل ذلك. وكذا المرأة تتزوج المرأة، وغيظا في أهل الدين سموا ذلك زواجا وليس فقط ممارسة، وصاروا يقدمون هؤلاء الأزواج والزوجات أمام العالم، والعالم كله يعلم، ترويجا لفعل قوم لوط عليهم لعائن الله المتتابعة، وهم يريدون اختراق مجتمعات المسلمين. وهذا من أخطر النقاط التي تتهدد مجتمعاتهم من اليهود والذين أشركوا. وقد دخل في الذين أشركوا الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودخل فيهم بلا شك الملاحدة المنكرون للربوبية والألوهية
أو الذين ينكرون التشريع بالكلية ولو أقروا بوجود خالق كما هو حال أهل أوروبا والغرب عموما، وهذا كله من تخريب أهل الكتاب الملحدين الزنادقة الذين تركوا التوراة والإنجيل وحرفوا ما أنزل الله عز وجل عليهم. فليحذر المسلمون من اتباع هذه الخطوات، فإن قسوة القلوب التي يترتب عليها تحريف الكتاب هي من أعظم الأمور خطرا. وإن لم يحرف بعض المسلمين القرآن، لكن حين يكذبون على الله عز وجل وينسبون إلى دين الله ما هو منه بريء، كما ينسب البعض إلى دين الله مساواة الأديان، وكما ينسب البعض إلى دين الله جواز دعاء غير الله، بل وصل الأمر والعياذ بالله إلى أن يصرح بعضهم أن الله يجعل الربوبية أو بعض صفات الربوبية لبعض خلقه، وهذا والله من الكفر البواح لا خفاء فيه. ويلبسون على الناس بشأن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير، فيجعلون صفة الخلق لغير الله. والله عز وجل إنما ذكر عن المسيح أنه يشكل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيجعله الله عز وجل طيرا بإذنه، يكون طيرا بإذن الله، وليس أن المسيح هو الذي حول المادة الطينية إلى حياة، وإنما أخلق بمعنى أشكل، وليس أنه يخلق. حتى يقولوا للناس أن الأولياء عندهم من صفات الأنبياء ومن كرامات الأولياء معجزات الأنبياء مثل معجزات الأنبياء، وأن بعض صفات الربوبية تكون فيهم. والله يتعجب المرء أن يوجد ذلك الكفر في أناس يقولون لا إله إلا الله، وجوزوا طلب المدد وقضاء الحاجات، بل وخلق الأجنة في بطون النساء، بل والإحياء والإماتة والرزق، مما كان يقر المشركون بأنه لله، كما قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أما هؤلاء فأسيادهم من الأموات يزعمون أنهم يقبضون الأرواح ويردونها على أصحابها إذا شاءوا، وأنهم يشطبون أرزاق البعض فلا يكون لهم رزق في الأرض. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الشرك، وكل هذا مما يخطط اليهود لنشره في بلاد المسلمين باسم التصوف، وهم الذين يصنعون ويخترعون طرقا صوفية جديدة هم يرأسونها، كما تسمى الطريقة الصوفية العالمية، وهي تهدف إلى نشر ما يسمى بالدين الإبراهيمي الجديد بمساواة الملل وأنواع الكفر البواح الذي لا خفاء فيه. نسأل الله أن يعيد المسلمين من شرهم ومن شر أمثالهم ومن كفرهم باليوم الآخر. ذكر الله عز وجل قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فزعموا كذبا وزورا أن تركهم التحاكم إلى كتاب الله عز وجل هو مجرد معصية، وإن أبوا قبول التشريعات الإلهية وأتوا بدلا منها بأحكام وضعية وضعها الأحبار والرهبان. وإذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم أبوا ذلك، وزعموا أن هذه معصية سوف يعاقبون عليها بأيام معدودات في النار ثم يخرجون منها ويخلفهم المسلمون، وكذبوا.
لا يدخلها المسلمون المؤمنون الصادقون، ومن دخلها من عصاتهم خرج منها، وإنما يخلد فيها هؤلاء اليهود وأمثالهم من المشركين الكافرين. فكل كافر يموت على كفره وقد بلغته الرسالة فهو مخلد في النار، والمسلمون من كان منهم حقق الإيمان الواجب وزادت حسناته على سيئاته دخل الجنة لأول وهلة، وأما من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهم أصحاب الأعراف على جبل بين الجنة والنار، ومآلهم إلى الجنة برحمة الله. وأما عصاة الموحدين فإن الله عز وجل قضى أن يدخلهم النار بذنوبهم إن شاء، ومن دخل منهم النار أدركته شفاعة النبيين والملائكة والمؤمنين، ثم بعد ذلك رحمة رب العالمين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، أي ممن يقول لا إله إلا الله. وفي حديث الشفاعة في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع عند الله فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يشفع فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم في الثالثة كذلك، ثم قال: فأعود في الرابعة فأقول: يا رب إئذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وهو حديث في صحيح مسلم، وحديث يدخل الجنة قوم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، أي ممن يقول لا إله إلا الله، فهذا في الصحيحين متفق على صحته، وقبيح أن يطعن أحد في هذه الأحاديث، إنما هي طريقة الخوارج والمعتزلة المكذبين بالشفاعة، ونعوذ بالله من حالهم. فهذا من كفرهم باليوم الآخر. والله عز وجل قد قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال سعد بن أبي وقاص: هم اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بآيات الله، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. وأما كفرهم بالقضاء والقدر فهم الذين يحتجون بالقدر ويتركون اتباع الشرع. قالها حيي بن أخطب وهو ذاهب إلى القتل، فيقول: ملحمة كتبت على بني إسرائيل لا بأس أيها الناس، في عندما كان في غدر بني قريظة ودخل حصنهم وقتل معهم إلى آخر لحظة يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه هو، ويزعم أنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل. نعم، كتبت عليهم بكفرهم، لا يتوب إلى الله ولا يعلن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوب الله على هؤلاء، كما عرض عليهم كبيرهم كعب بن أسد قبل أن ينزلوا وهم في شدة الحصار، دعاهم إلى أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه الذي بشر الله به في التوراة. قالوا: أبدا لا نترك التوراة، نعوذ بالله. وكيف وهم قد تركوها بالفعل، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وكذبوا ما في التوراة. فهذا من ضمن كفرهم بالقضاء والقدر، أن يحتجوا بالقدر على ترك الشرع وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فصبروا على القتل الذي وصف الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وكان ممن قتل هذا الرأس من طواغيت اليهود حيي بن أخطب
والد صفية رضي الله عنها، وهي قد سمعته يقول لعمها والله إنه لهو الذي في التوراة. فيقول له عمها: ما تصنع؟ يقول: أعاديه ما حييت، لولا الطبع على القلوب لما وجد هذا النوع من البشر المعادين للأنبياء. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.